وعم نتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9 وبهالفترة مع خبير العقارات وضاح للصين من رويال بيج ريلتي ذا فيرتكس تيم. واو شو في ورق قدامي، ورق جايين من الأروى بوليس، ورق من وضاح للصين، ماجازين من وضاح للصين. مش معقول كيف الاثنين مرتبطين سوا. اجا هلا بعد بريس ريليس من الأروى بوليس يلي بدنا ننبه المستمعين تبعنا عن حالات احتيال، ولقيت انه حالات الاحتيال البوليس بدوا ينبهونا عنهم مرتبطين بالعكارات. ما انا عشان هيك جبت واو. مش معقول انه يعني بس الواحد بيحتيل على التاني، لايك بدك تعطيني $1,000 بدك كذا، عليك تاكسز مش مدفوعين، اشي من النوع. بس كيف مثلا نحكي عنه؟ مش يعني عن جد الواحد بس يقول مثلا بتطلع على البوليس ريليس apartment and parking spot rental scams in Ottawa. واو. أول شيء بضح حسين، أهلا وسهلا فيك عبر صوت نجوم تشين راديو. أهلا وسهلا فيك جيم. قبل ما فوت بغير التفاصيل خلينا نشوف هل السكامز بالنهاية شو هني وكيف الواحد بيقدر يحمي حاله منه. حلو ممتاز. في أنواع طبعا من الفرادز والسكامز اللي بنشوفها احنا. خليني أتكلم أنا بالنسبة للعقار للريل استيت. في أنواع بيعملوها السكامرز والفرادز. يعني في ممكن يعملوا سكامز بالنسبة لمورجج سكامز ماشي أو فرادز، فهذا بيصير. ممكن يكون في ماني ترانسفير سكامز، وممكن في كمان تايتل سكامز اللي هي الاسم اللي مسجل على البروبرتي، وممكن الباير ايدنتيفيكيشن يكون سكامز كمان، وممكن يكون اللي هو البروبرتي فاليو فيها مس ريبريزنتيشن ومش والفاليو از يعني ما يكونش مظبوط السعر حسب فعلا الماركت فاليو. فهذه كلها شغلات احنا منشوفها دايما ومنواجه فيها احيانا تشالنجز بتجينا، خاصة في تورونتو. فيها تورونتو فيها كتير تعرف بحكم الحجم تبع المدينة فيها كتير سكامز بالشكل هذا. يعني بس يعني عم برجع بقول انا يا عمي حالات احتيال هودي بيكونوا ناس مش عم بيعملوها مرء الطريق، هودي ناس بيكونوا عاملينها ومجربينها. هدول بروفيشنالز هدول بروفيشنالز يعني للاسف ان باد واي. ليش بنوقع بروفيشنال؟ يعني شوف يعني اول اشي مثلا خلينا نتكلم عن المورجج سكامز. البنك عادة لما بيجي بده يعمل أبروفل للشخص للمشتري مدام نتكلم عن المورجج، البنك في عنده متطلبات وفي عنده بوليسز. في بنوك عندها بوليسز معينة تطلب أوراق معينة ومستندات معينة، وفي بنوك تانية ممكن تتغاضى عن بعض هذه المستندات. في بنوك نعملها كلاسيفيكيشن احنا منقولها هدول A لندر يعني ديانة رقم واحد، وفي في شركات او انستيتوس بي لندر وفي سي لندر. طبيعة الحال كل ما بتنزل من A ل B ل C الريت بيرتفع او الفايدة او الانترست بيرتفع. فعادة الA لندر هم اللي بطلبوا اكبر عدد من الدوكيمنتس والدوكيمنتيشنز حتى يتأكدوا انه المشتري فعلا بيقدر يشتري بمبلغ معين. اللي بيصير معنا احيانا بيجينا مثلا واحد مشتري انه اوكي والله مثلا صار له شو بعرفني صار له 4 أشهر بس بالمصلحة، يعني صار له موظف 4 أشهر وبكون مثلا بعده under probation يعني بعده بفترة الاختبار اللي بنسميها انه هل الشركة حتكمل معه ولا لا. فاللي بصير البنك بطلب طبعا الكونتراكت احيانا، واحيانا بطلب كمان letter of employment. فمنشوف احيانا انه بتوصلنا letter of employment او رساله من الشركه اللي موظفه الشخص بكون فيها منلاحظ انه فيها تغيير بالرساله، فبكون هو المشتري وصلته بطريقه معينه وبروح يعني بدل مثلا ما تكون 50,000 بروح بحط لك واحد جنب 50,000
فبصير 150 يعني بصير في زعبرات. بالضبط. طب هلا هيدي نوع من الزعبرة او الفراد يلي عم تنعمل لصالح المشتري اللي عم يشتري، لصالح المشتري طبعا. طيب يا هل ترى هيدي كيف بدها تضر البياع اللي عم يبيع؟ البياع هلا هو لما يبيع ما بنضر فعليا بالنسبه للمورجج فراد، لكن احيانا اللي بيصير انه قبل ما يتسكر الديل ممكن المشتري يقدم هاي الاوراق، وبعدين البنك احيانا بيعمل ليفل 2 انسبكشن، يعني بيرجع مره تانية بيراجع كل اوراق مره تانية قبل يوم التسليم او قبل يوم تسكير الكلوزنج تبع البيت. فاحيانا البنك بلاقي انه في الورقه فيها اشي مش مزبوط، او ممكن مثلا المشتري يكون مقدم 3 pay stubs لثلاث اشهر والمشتري بده يسلم البيت بعد 4 أشهر، فهي صار عنا فترة 6-7 أشهر. فبيجي البنك قبل يوم التسليم بطلب كمان واحدة بيستب، فبكون أحيانا المشتري مزبط مع حدا ضرب له وراء عمل له أكم من بيستب، فبيجي قبل يوم التسليم بده بيستب قبل مثلا بيومين أو ثلاثة، فبتلاقي الباير ما بيقدر يوفر هذه الورقة بالسرعة اللي البنك بده إياها لأنه هي أساسا الورقة مضروبة، فما بيسكر الديل. فطبعا بنضر السيلر لأنه ما بيسكر الديل وبيصير عنده أضرار مادية، وبنضر الباير، وبطبيعة الحال البنك بيصير فيه عنده برضو مشاكل قانونية. ف يعني واذا الايجنت كمان مشترك بهالحفله هاي فاكيد بنضر هو الثاني، يعني حفله قوي. طيب هلا بس نسمع كلمه فوركلوجر، انا بالنسبه لإلي بعرف انه البنك هو الوحيد او صاحب المورجج هو الوحيد بيقدر يحط ضغط ليعمل فوركلوجر. صحيح. بس هون عم بتطلع كمان في هوم فوركلوجر اند هوم equity fraud. واو، كيف بده يصير في نوع من الاحتيال بهالطريقه؟ شوف هلا في شفنا حالات معينه موجوده بلا ما نضلنا نخصص مدن لانه بلا ما ننزع اسم المدينه. اللي بصير انه في شركات زي مؤسسات هي financial institutes، فبتكون شركات فولسو، يعني بتكون شركات خيالية. فبتعرض بروبرتيز معينة عارفة هي الشركات هذه انه هاي البروبرتيز فاضية او فيكنت وما في حدا عايش فيها او ما حدا منتبه لها، فبتعرضها باسعار خيالية وبتنحط حتى على الامالس بالاشتراك طبعا مع الايجنتس، واحيانا بيكون الايجنت معوش خبر مسكين يعني، حتى كمان بتتصل في الشركه بتقول له احنا عندنا فوركلوجر وبدنا اياك تعرض البروبرتي الفلانيه، وبيبعتوا له كل الورق. انت ما تتخيل يعني انه الورق اللي بيبعتوه بطريقه يعني صعب جدا انك تتخيل انه هذا ممكن يكون الموضوع مضروب. المشكلة احنا عنا كايجنس لما بتبعت لنا شركة او مؤسسة انه هي استولت على البيت الفلاني لانه صاحب البيت مش قادر يدفع الدفعات تبعته، خاصة باور اوف سيل، احنا لما بنطلع على الريجستريشن اوفيس تبع البلدية بنطلع منلاقي مثلا انه اليكس هو صاحب البيت الفلاني. طيب هلا احنا عندنا اوراق مقدمه من بنك اي بي سي مثلا انه هذا البيت هم استولوا عليه لانه اليكس مش قادر يدفع الدفعات الشهريه فبدهم يبيعوا البيت. فالايجنت بطبيعه الحال ما عنده اي اثبات باي شكل من الاشكال انه فعلا هذا البنك اي بي سي فعلا هو البنك المورجج تبع فعلا اليكس، وفعلا اليكس ما عم بدفع الدفعات. فبصير في احيانا للاسف من الايجنتس بيكون عدم تدقيق بزياده عن اللزوم، فبعرضوا البروبرتي وبتنباع البروبرتي
وبعدين بيكتشف صاحب البيت انه بيته صار فيه فراد, وصاحب والمشتري بيصير بده يشتري, بده يسكن بالبيت, وتعرف بيصير العملية ضاربة. فهاي الشركات بتطلع لمدة مثلا 6 أشهر 7 أشهر بتبيع لها شيء 400-500 بيت, بعدين بتسكر وبتسحب الفلوس لبرا. هذه صارت عدة مرات, فبدنا نخلي الناس تنتبه على حكاية الفلكلوجر هذه والباور اوف سيل. لما يكونوا هم أو الايجنت تبعهم عرض عليهم بيت بالمرحلة هذه أو بالتفصيل هذا, لازم يتأكدوا من المحامي تبعهم 100% أنه في فعلا شركة بهالاسم, وفعلا هذه الشركة في عليها registration, خاصة أنه الديبوزيتس طبعا بيكون بالتعاون مع الايجنت بيسحبوا الفلوس وبتروح عليهم. هلا بس تحكي وما تلمسون هذا الوراق كلها مع لنقول رويال بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم, اسم معروف, اسم هذا مش ضروري الواحد طبيعي يعمل طبيعي. بس اذا واحد لنقول بيقول لك انا جيري عبسي بي سي ريالتي ولا مش عارف خليك يعني على جيري عبسي معروف انه ما خصه بالريالتي. لا ما هي هذه اي بي سي دائما بنقول انه على اي شركه يعني هون ما في اي شك لحتى يعني تروحوا انه عندكم شك تروح على جوجل الايميل تعرف كل شيء وين المعلومات وين هذا. خاصه انه الشركات المعروفه اسمها بالريل استيت, الشركات الكبيره احنا عندنا انشورنس كفرج, واحنا كشركات نهتم بالريبيتيشن تبع الشركه نفسها. فاذا صار خطأ الشركة أكيد بتوقف بظهر المشتري اللي هو المتضرر أو البايع اللي هو اللي بيكون متضرر, وما بنتخلى عن الموضوع ومنضلنا وراء القصة لغاية ما نحلها ونوصل كل الأطراف لنتيجة تكون مرضية لكل الأطراف. الحالة الثالثة اللي نحكي عنها اليوم يعني أنا بس هاي الوحيد اللي بستوعبها كيف بيصير فيه أفراد وكيف بيمرقوا على العالم, وعم نسمع عنها كتير, وخاصة ما أكتر شيء منحس أنه مع تلاميذ الجامعات لأنه بيكونوا برات البلد وبدون يحجوا شقة بيشوفوها وإشي من النوع. فبيجوا بيطلبوا ديبازت منهم, بياخدوا ديبازت بيجوا على الشقة, شقة مأجرين لعشر أشخاص صحيح, وبيعملوا ديل وبياخدوا أول شهر وتاني شهر مش بس ديبازت, هون بياخدوا أول شهرين أول بياخدوا 3 أشهر هودي المصاري بيضبون وبيضبضوا منهم بيخدينا من 10 أشخاص عملوا معاشهم السنوي من شقة واحدة وهي مش لقلوا. بالضبط. في غير طريقة الواحد لا يعمل فراد بالنسبة للأونلاين رينتلز والسيلز كامبس؟ لا يعمل, قصدك لا يحمي حاله من الأفراد. لا يحمي حاله. شو اسمه يعني شوف هلأ في ويب سايتس مش تابعة لشركات ريل استيت. أوكي. ما بدنا نسمي الويب سايتس. هاي الويب سايتس أحيانا بتعرض بروبرتيز للأجار. بس هذه الويب سايت مفتوحه للبابليك, اي واحد من البابليك يعني. اي واحد من البابليك ممكن يطلع على هذه الويب سايت, يروح اول إشي على مثلا جيميل يعمل له ايميل, بعدين يروح على هذه الويب سايت يعمل ريجستريشن, وبعدين يجيب له اي صوره من الانترنت ويحطها على الويب سايت ويعمل انه والله هذا البروبرتي فور سيل أو فور رنت. هلا يمكن بيكون لنقول مثلا أكثر من 80% من هالبروبرتيز مزبوطين. بس في هالعشرين اللي بيكونوا أنت تخيل إحنا في عندي كذا ليستنج, أنا وصلني مكالمات من الببليك إنه أوكي أنا بدي أشوف هذا البيت لأنه بدي أتأجره. أقول له يا عمي هذا البيت مش للأجار, هذا البيت للبيع. يعني كيف انت من وين جبت انه البيت للأجار؟ اتصل بصاحب البيت اقول له يا عمي انت عارض بيتك للأجار من غير ما تقول لي هو ان احنا عارضينه للبيع ولا للأجار؟ بقول لي لا والله انا ما عارضه للأجار. دور 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 لقيناها بوحدة من هالويب سايت, واحد من النصابين عامل نفس الشيء, طالع على الانترنت ماخد اكم من صورة من الليستنج تبعتي او غيري وبحطها وبقول انه والله هذه معروضة للأجار بالإضافة للبيع, على أمل انه يجي كذا واحد يشتري أو يستأجر البيت. وبالزيادة عن هيك شو بيسووا يعني, أحيانا هم بوصلهم الإيميل النصاب فبقول له أوكي احكي, شوف لوين الوقاحة, أنت بقولك احكي مع وضاح وقول له أنه أنت بدك تشتري البيت
وبس تقرر انت اذا عجبك البيت. احنا بنحكي انا بشتغل كفرع من الشركة بس بفرع الرنتل. يعني لو انا ما بقابل الشخص هذا وما بسأل السؤال المناسب حتى اعرف انه في حدا بعته ولافف هالدورة عليه، كان مسكين هذا الشخص بفكر انه ممكن معروض على الاجار ويدفع الديبازيت على اساس انه والله الديبازيت رايح على شركة مرموقة وشركة معروفة. فهاي الشغلات بتصير. في شغلات تانية ممكن كمان تصير، يعني مثلا صارت مؤخرا وحكوا عنها حتى يمكن بالجرائد، يعني في شركات نصابة بتتصل او بتعمل هاك، بتدخل على السيستمز تبعت المحامين، فبعرفوا من الداتابيس تبعت المحامي انه المحامي الفلاني والله جيري محامي عنده ديل حيتسكر بيوم مثلا 4 الشهر، يوم 4 الشهر اللي هو بكرة. ممتاز، بكون عندهم كل الكونتاكت تبع المشتري، ببعتوا للمشتري ايميل بقولوا له احنا كنا قايلين لك انه تيجي لعنا وتعطينا شيك بالمبلغ الفلاني مثلا 100,000، ماشي كداون بيمنت اكيد بقيت الدفعة بالضبط، بقيت الدفعة غير المورجج. بقولوا له لا انت خلص بدل ما تيجي وتغلب حالك حولها على الحساب الفلاني، والايميل بيكون فعلا كأنه طالع من المحامي والسيجنتشر تبع المحامي تحت، وبعطوله رقم حساب ابصر وين هو، ومسكين المشتري بروح بحول المبلغ هذا على الحساب، وبروح تاني يوم تاريخ 4 الشهر على أساس يسلم المفتاح. المحامي بقول له أنت وينك ما أجيت، وبكتشف أنه الفلوس يعني تتكلم أرقام بمئات الآلاف. هايدي حالة مش قصة مؤلفة، هايدي قصة حكينا عنها من شي شهرين هون بأطوة، صارت بالضبط صارت عنا بأطوة بأطوة وهايدي هي. طيب خي وضح آخر شي كنت بفتكر بيصير فيه فرادز هي هاللقاءات والسيمينارز والاشياء اللي عاملينها، الكرات اللي بيجينا عزيمة من حدا مرتب، حتى المحلات اللي بيستأجوها الأوتيلات اللي بيعملينها بشي مرتب، يعني مكلفين وعاملين. صارت فيها أنا والله بيروح هونيكي بيقول حط لنا كمان هيك كانابيز طيبين، بحطولك شغلات شي اسكارغو شي شريمبس شي كذا، وبيجوا وبيبقى شخص مرسم لابس بدلة $1,500 وعملين لك البرزنتيشن الغير شكل صحيح، ونطلع مفتش كل هيدي سكام. واو صحيح. شو صحيح. هو هالسكام اللي ممكن يعملوه بسمنة؟ شو ممكن ياخدوا مننا؟ شو في نوعين هلأ. في نوع بروح بستعملوا اسم كبير بالسوق، يعني في صارت فيه انا شخصيا، خبرني. على الفيسبوك انا قاعد بطلع لي اد انه والله في، من غير ذكر اسامي مين هو، بس واحد من الكبار تبعون شارك تانكس او دراجون دين جاي على اوتاوا. حلو، واذا بدك تروح تحضره والله بتدفع $150 عشان تروح تحضره، وهذا حيتكلم عن كيف البزنس وكيف تو امبروف يور بزنس. وانا بطبيعه الحال لاني انا بحب احضر هيك سيمينارز، وبحب احضر ودائما بحضر سيمينارز هيك لاني بحس انه بتفيدني وبتفيد طبيعه الحال المشترين اللي عندي، فدائما بحب اروح احضر هاي الحفلات. ويا غافل الك الله انا رحت حطيت هال $150 وسحبت حالي بالتاريخ هذا ورحت. الصالة مليانة، بتتكلم عن 500-600 واحد، انت متخيل قديش لموا مصاري من العالم. قاعدين حضرنا اللي هو واحد بطلع بقول انه احنا بنعتذر للكل، الشخص اللي مفروض يجي يعمل السيمينار اليوم ما رح يقدر يجي، بس انا بمثله، شوف لوين الوقاحة يعني، وأنا بمثله وأنا حشرح لكم المادة، وبعد يتكلم بطريقة انه يعني اذا ما بتشترك معهم، يعني مش بس $150 اللي اخدوهم، لا بدهم اياك كمان تتشارك معهم ببرنامج انه بالاف الدولارات عشان يعلموك كيف تكون مليونير وكيف تصير بليونير
ماشي، وهو اصلا صاحب اصلا الشخص اللي من دراجون دين اصلا او من هذا معوش خبر اصلا عن السيمينار اساسا يعني، فبيضحكوا على الناس للاسف وبلموا، خاصه بيستعملوا موضوع العقار، دائما بيستعملوا موضوع العقار لانه الناس كتير بهمها هذا مضموني. الموضوع تحسها مضمونة شيء مضمونة بالضبط يعني. في سيمينارز بتلاقيها مثلا عن اليوغا، عن الهيلث، عن الكذا، دائما بركزوا على مضموع الانفستمنت والعقار وكيف كيف تصير بيج انفستر وكيف تتحول مليونير، لانه عارفين الناس كتير دائما عشقانة هالموضوع ودائما ايموشنلي بيلحقوا هذا الموضوع وبيحاولوا يحسنوا حياتهم الماديه، فبتلاقيهم يا حرام بروحوا بيحضروا هالكورسات وبعدين كمان بلبسوهم كورس بقول لك لمده مش عارف 3 اشهر انت 1 اون 1 حتقعد مع هذا البليونير وحيقعد يعلمك شخصيا وكيف تصير غني وكيف كذا. ف يعني بترجى الناس تنتبه من هذا الموضوع لانه حرام يعني المصاري هذه بتروح على الفاضي. يعني كلنا واعين بهالفخ هذا، قد ما يكون الواحد عنده معلومات وقد ما يكون احنا بنضلنا نقول انتبهوا انتبهوا وانتبهوا، الظاهر دائما ما منتبه. بس عملت لك حسابات دغري على السريع، هات نشوف 150 دافع و500 شخص عمره 75,000 دولار. هودي بس هودي قبل ما بلشوا هذا عن المصريات اللي بلشوا هذا ساعتين زمان يعني ساعتين زمان، وبعد في ناس عطيت 1,000 دولار و2,000 لو حجزين قاعة بأوتيل محترم وحطين كافي ودونتس ومش يعني اسكام يعني ما بعد اسكام درسينا هلا عملها بك. أنا مش عم فوت بهالموضوع هلا خلصنا. ال home improvement scam هيدي شيء بيختص ب مجال مهني تاريخيا صحيح. فيها عدد وخلينا نقول هوني القليل صحيح، لانه ما بدنا نقول انه عدد الكبير بالاشخاص اللي بتعمل رينوفيشنز والهوم سكانز هني زعران، لا بالعكس، لا ما فينا نعمل ليل. ما فينا نعمل اكيد، لا في منهم وللاسف هودي القليل بيصلخوا صلخ يعني بيصلخوا له معنويته للانسان صحيح. كل شيء صحيح. فهيدي الهوم امبروفمنت سكام كلها موجودة ونعرف عنها يعني واضحة تقريبا صحيح. بيجوا ناس بتقبض الشغلة قبل ما يبلشوا فيها وبيختفوا، حتى لو قبضوا نص حقها وبيختفوا ما بتعود تشوف صحيح. صحيح. فالسؤال هلا في اشياء كتير طبعا نحكي عنها، بس قبل ما نروح بهالمجال لأنه بعد عندنا بعد شي 5 دقائق دائما بنحكي قديش مهم الواحد يجي لعند رويال بيج ريالتي The Vertex Team وفريقهم اللي عنده خبرة بكل شيء وبتساعدون بكل شيء صحيح اشياء من هالنوع انت كفريق فريق تبعكم لسنا نوضح عندكم الخبرة لحتى تعرفوا يمكن يكون في شيء صحيح مطبوخ مش منيح صحيح يعني حتى شوف احنا لما بنيجي بنعرض البيت بنسأل الأسئلة المناسبة، يعني عادة احنا بنسأل انه اوكي انت في عمره حدا دق عليك على البيت، في عمره حدا دق عليك وخلاك توقع ورقة معينة، يعني في عندي انا حالة في بيت انا مستلمه مانجمنت اوكي يعني اخذت الليستنج كل اشي مانجمنت بعمل له مانجمنت وصاحب البيت مسافر برا البلد ماشي، فبعد 3 سنين وانا مستلم البيت وكل اشي تمام والحمد لله ماشي الامور، بستلم ورقة من محامي انه يا عليك الدفع يا اما منروح على البيت ومنسحب منك سخان المي. يعني شو الموضوع؟ اتصل 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 بصاحب البيت، يعني شو الموضوع؟ قال والله هذا في واحد قبل 4 سنين اجاني ودق على الباب وقال لي انه بده يبدل سخان المي بس ببلاش، بس وكله هذا بروح مع فاتورة الغاز وببلاش وما مطالب انا اني ادفع شيء، فوقعت هالورقة. قلت له طب ما بدلوا سخان المي، بقول لي ولا بدلوا ولا شيء ولا اجوا ولا شفتهم، وقعت هالورقة وصحب حاله من برا وضلوا ماشي وعمري ما شفته بعد هيك. فتخيل يعني مسكين ورقة قبل 4 سنين موقعها الرجال مسكين على واحد دق عليه على الباب. المعنى بدنا ننتبه، لازم ننتبه ونشوف مين اللي بدق علينا على الباب، نتأكد من هويته، نتأكد من شخصيته، نتأكد من الشركة، خاصة Better Business Bureau
بيرو بيزنس بيرو مؤسسة جدا محترمة ومؤسسة بتبين فعلا الشركات اللي عندها مشاكل وفي عندها فرادز وفي عندها مس ريبريزنتيشن وسهل جدا استعمالها. بتطلع على الويب سايت وبتحط اسم الشركة وبيطلع عندك كل الكومبلينز على الشركة اللي صايرة وبيطلع عندك الريتنج تبع الشركة إذا هي A ولا B ولا فبيبين معك بالضبط إذا شركة مرموقة ومعروفة ولا لا وممكن يتأكد الواحد من هالطريقة. الرينوفيشن فرادز اللي بتصير أحيانا إنه بيجي واحد حتى يعني غير اللي أنت تفضلت فيه إنه بيجي واحد تبع رينوفيشن بيقبض نص المبلغ وبعدين بسحب حاله وبيمشي. الرينوفيشن فرادز أحيانا بتيجي بطريق إنه صاحب البيت بيقدم للبنك إنه بده هو يعمل رينوفيشن طريقة تانية فبياخد رينوفيشن على البيت اكسترا على البيت يعني زي بنسميه رينوفيشن لون او رينوفيشن مورجج على البيت بياخده وما بيعمل لا رينوفيشن او بيعمل رينوفيشن بس بيضرب له شوية دهان وسلام عليكم وبجيب ورقة طبعا من كونتراكتر انه والله كلفوا الرينوفيشن مش عارف 30-40 ألف. هذا برضو نوع من انواع الافراد اللي بنشوفها كتير احنا بالماركت لنا. هو بيكون عم يستعمله لغير حالات بياخد الفلوس لأمور تانية. هاودي بتهيالي انه صعب يلقطوا هاودي يعني هلا صعب ينلقطوا بس بطبيعة الحال هذا ما يعني ان هي بعده البنك عم يعطي على اساس انت بس تعمل تجديد وتظبيطات للبيت عم يرتفع حق البيت بالضبط. هو بنلقطه لما يطلع البنك اذا صدفت احيانا بتصدف انه المشتري بنفس البنك اللي البايع فيه فاذا هذا البايع عامل الضرب هذا بالبنك تبعه بتعدي لها سنه سنتين بيجي المشتري بيجي بقول لك انا بدي اشتري البيت هذا فالبنك ببعت ابريزل فالبنك بكون مثلا هو نفسه تبع المشتري هو نفسه تبع البايع تصدف لما ببعت ابريزل بتطلع يا عمي هذا مقدم قبل سنتين انه عامل اكستنسيف رينوفيشن ومبلط وحاطط هاردود وعامل اكستنشن ومسوي بيطلع الابريزل انه مش عامل شيء فطبعا بنمسك والامور بتصير للاسف ممكن حتى يكون فيها جيل تايم. واو فحالات الاحتيال والفراد كتيري وعديدي وكل يوم بيخلق لنا واحدة جديدة لأنه مش معناتها هودي هن اللي لازم تدخل لا هذا اكزامبل بسيط يعني مثل ما قلت بس الواحد يفتكر بالفراد دائما بيفتكر بأشياء صغيرة بس هلا هون الفراد عم ينتقل على أشياء تمينة مثل بيت يلي حقه مليون صحيح بيت حقه نص مليون هودي مش هينين هذا البيت إذا ما بعرف إذا في عنا وقت لسه بس في بالنسبة للبيت حقه مليون يعني أنا عرضت كذا بيت بالمبالغ هذه يعني بتصل فينا أحيانا واحد مثلا من تورونتو أو من فانكوفر أو بتصل فينا مثلا بقولك أنا من الخليج بيجي بقولك أنا جاي على البلد وهذا البيت عجبني وأنا جاي يعني بيحاولوا ينقوا بلد أو مدينة تكون سمعتها إنه الناس اللي عايشة فيها أغنية فبيجي بقولك أنا جاي من دبي مثلا أو بيجي من أبصر من وين فبقولك والله أنا ابن فلان ابن علان أنا الحمد لله وضعي مرموق وكذا ومن هالكلام بقولك أنا جاي بدي أشتري البيت هذا جاي بالتاريخ الفلاني فأوكي ممتاز وببعت لك الباسبورت تبعه ببعت لك طبعا كله مضروب ببعت لك الباسبورت تبعه ببعت لك إنه ورقة والله الرجال ما شاء الله عنده مصاري فبتيجي بدك تتقابله بيجي بقولك قابلني بالمطار ماشي فأوكي بدك تيجي تقابله في المطار بتصل فيك بقولك أنا الآن بمطار نيويورك وسبت المحفظة تبعتي والمش عارف إيش بالشنطة حول لي الله يرضى عليك $1,000 بس لأني مش قادر والتذكرة التغت وبيعمل لك لفة ودورة على أساس تحول له $1,000 وهذه مساكين الناس كتير بتصير فيهم غير هيك ممكن يجي هذا أضرب كمان بيجي بقول لك خلص انا انت بديش بدك 2 مليون خد هاي نو بروبلم انا حاشتري ب 2 مليون بتقول له طيب اوكي اشتري ب 2 مليون اوكي طيب بقول لك انا بس بدي اعمل انسبكشن على عيني وراسي اعطيني شيك خد هاي الشيك ب 100,000 ماشي عربون تاخذ الشيك ال 100,000 وبنحطه طبعا احنا بالحساب تبع الرويال بيج فبيجي بعدين بعد بيوم بيجي بقول لك لا والله انا الانسبكشن ما عجبني بدي انسحب من الديل رجعوا لي ال 100,000 في بعض الشركات للأسف اللي ما عندها خبرة بهذا الموضوع بروح بصرحه شك ب100,000 وهو الشك الأولاني تبعه اللي هو صرحه ب100,000 بعد ما انصرف
ومش بس هيك، حتى لو انه شيك بكون شو اسمه بانك درافت شيك، احيانا بيعطونا بانك درافت شيك، يعني في اكتر من بانك درافت شيك او سيرتيفايد شيك، طبعا مضروب برضو بكون. فهاي الامور حليت كتير. وضح الغصين قبل ما نقول رقم تليفونك للمستمعين كيف يتصلوا فيكم، كيف يحموا حالهم من هالاشياء. خبرنا شو في جديد بالسوق بقال من نديه. اوكي، حكينا المره الماضيه عن دوبلكس، مش دوبلكس، تو يونتس بويست بارو، تاخرنا شويه بعرضهم للبيع، بس عم نخلص البايع عم بيخلص امور شخصيه، بس حينزل ان شاء الله الاسبوع هذا اللي جاي. فهي اول شغله. هي من اجد من اهم المناطق باطلس طبعا طبعا طبعا، ومجموع التعطين مع بعض يعني ممكن الواحد يبني عليهم شيء حلو. هاي اول شغله. ثاني شغله حكينا برضو عن قطعه ارض موجوده على كينجز فيو، في عليها بيت قديم بس معمول له فور رينوفيشن. قطعه الارض هذه وظفنا عليها واحد، ممكن اكتشف لقينا انه ممكن نقسمها لثلاث قطع وممكن ينعبنا فيها ثلاث بيوت، وهي قطعة الارض بتطل على المي، فإلها مستقبل كتير كبير هاي قطعة الارض. وفي عنا كمان طبعا سنجل هوم ببار هيفن عرضنا للبيع، وحنقبل الأوفرز تبعونه ماندي. اللي بحب يطلع على سنجل هوم ببار هيفن بال 550 ألف يتصل علينا. ورقم التليفون كيف يتصلوا فيك ليتصلوا فيك على السيلفون؟ تليفوني 613-878-3041. مرة ثانية 613-878-3041. وضح الغصين من رويال بيج تيم ريالتي ذا فيرتكس تيم. شكرا كتير لك، انتبهوا كتير بهالحالات الفراد.